السلام عليكم اخباركم ايه يا جماعه كل سنه وانتم طيبين معاكم عالي اللي اول مره يزور القناه إيه النهارده عملت معاكم الزبادي طلب مني كتير جدا 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 وسالت ولادي ابتدي باي طريقه من الزبادي من الطرق اللي احنا بنشتغل عليها في البيت فهم اللي طلبوا مني ابتدي دي باول طريقه وقالوا ان ولادكم هتحبوها جدا زي ما هم بيحبوها تعالوا بقى ادخلوا شوفوا الطريقه دي قد, إيه قد ايه جميله الزبادي حقيقي جميل جدا 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 حي تبارك الله عايزه اقول أي حد لسه بيزور القناه وعجبه الفيديو يعمل اشتراك للقناه ويحط لايك واهم من كل ده الدعوه الحلوه اللي بستناها منكم كل سنه وانتم طيبين هسيب لينك قناتي آه واللينك بتاع صفحتي على الفيس جوه صندوق الوصف بنزل وصفات جديده على قناتي الثانيه هناخد الحليب نوديه على البوتاجاز ونسخنه ومش هنغليه خالص هنسخنه بدرجه انك تقدري تحطي صبعك فيه بدون ما تتلسع يعني لا هيبقى دافي ولا سخن قوي قوي وهنا هاخد جزء من الحليب البارد ده نوع الحليب اللي اشتغلت عليه وهبتدي اخد جزء برده من الزبادي بتاعي واقلبه لحد ما ادوب الحليب مع الزبادي اللي هو اليوجرت كويس جدا جدا واتاكد ان مفيش فيه حبيبات عشان ابتدي انزل عليه بالحليب التاني اللي احنا بنسخنه اهم حاجه الحليب الثاني يكون حليب سخن ما يكونش بيغلي بلاش وصليه مرحلة الغليان عشان ما يحصلش فيه تفتت لما تنزلي عليه بالخميرة بتاعته هنا لازم تتأكدي انك دوبتي الخميرة مع الحليب لو مش متأكدة انك دوبتيه كويس ممكن تصفيه بالصفاية عشان تتأكدي ان كله بقى قوام واحد وكله دايف في بعضه استخدمت هنا يعني هديكي معيار اربع اكواب من اللي هو الحليب على اربع معالق من اللي هم الزبادي او اليوغرت معلقه حجم كبير بنفس الطريقه زي ما انا كنت ماليها بالظبط بعد ما اتاكدتي ان انا دوبت المكونات كويس جدا هبتدي انزل عليها بالتدريج وانا بقلب شويه شويه وانا بقلب خطوه انك انت تبقي مدوبه الزبادي او اليوجرت مع الحليب مهمه جدا لو مش عارفه تعملي الموضوع ده لازم تصفيه عشان تبقي متاكده انك انت عملتيه صح يبقى كوي. المعلقه معيار المعلقه عندي تكون مليانه بنفس الشيء اللي انتوا شفتوه مش ممسوحه مليانه بعد ما اتاكد ان انا دوبته هبتدي بقى اوزعه في الاكواب على فكره انا كنت جايبه الاكواب دي من مايكل عشان برضو الناس اللي هتسالني وكنت مرتبه ان انا اعمل فيها شمعة فقلت بدل ما عملت الشمعة استخدمها في حاجه تانية فنزلت بقى باللي عشان يعني كان شكل الاكواب جميل وكمان يديني كميه كتير عشان ولادي كمان صغيرين يعني كل واحد ياخد حاجه يخلصها يبقى مبسوط لما بيخلصوا الحاجه الاكواب عادي عندي هنا يعني ده رأيي أنا أحب الأكواب تبقى سخنة يعني أنا منظفة الأكواب بتاعتي وهي سخنة وبتدي أنزل فيها بالحليب اللي أنا عملته معاكم هملاها كلها بس هسيب حوالي سنتي من فوق فاضي وابتدي أوزع الكمية كلها هنا جبت الأكواب دي من أمازون بقالها سنة عندي مش عارفة أعمل فيها إيه غليت مية وحطيتها جوه الصينية بالشكل اللي انتوا شفتوها وقفلت عليها عايزه اقول صحيح انا استخدمت الاكواب دي عشان انا ما عنديش اي صواني ارتفاع اعلى من كده يعني انا افتكرت لما شفت الصينيه فقلت دي أها دي ده المقاس المناسب ان اقدر اغطيه جوه الصينيه لاني ما كانش ما عنديش ارتفاع اعلى من كده خالص وقفلت عليها بورق الفويل كويس جدا مع الميه بتغلي الميه دي سخنه قوي وحطيتها ونزلتها وحطيت عليها الفوطه تقدري تسيبيها بقى في مكان دافي او تكوني مسخنه الفرن البوتاجاز وتكوني طافيه وتسيبي بقى الصينيه كلها او الاكواب كلها من بالليل لحد الصبح او من الصبح للبالليل في النهايه بتديكي نتيجه كويسه بتبقى العلبه الاكواب بتاعتك الزبادي فيها متماسك بعد كده بتدخليه التلاجة يقعد كام ساعه كده على حسب بقى الثلاجه بتاعتك ويطلع متماسك بالشكل اللي انت شايفاه حقيقي تبارك الله طريقه سهله استخدمت انا اربع اكواب تقدري تستخدمي كوبين من الحليب تجربي فيهم لو عجبتك الطريقه زودي زي ما انت عايزه حقيقي هي تستاهل لاني طالعه خفيفه قوي وجميل انا بحبه قوي اوقات بضيف عليه وساعات بحط عليه فواكه كده بدون يعني ما اكون عاملاها بتبقى فريش حقيقي الطريقه سهله انجوي يا جماعه عايزه اقول لاي حد جديد لسه بيزور القناه ما ينساش يعمل اشتراك ويحط لايك تابعوني على قناتي التانية قناه حبيبه وصفحتي على الفيس هسيب اللينك بتاعهم جوه صندوق الوصف ابتديت انزل فيديوهات على القناه الجديده الثانيه بتاعتي ادعولي محتاجة دعوة كبيرة قوي قوي شايفين قد ايه الزبادي هايل 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 تبارك الله حلو قوي 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 وسهل وبسيط يعني اي حد يقدر يعمله حتى لو بيعمله لاول مره عايزه اقول لكم ان دي من الطرق السهله البسيطه جدا لاي حد يعملها وتنجح مع لانها ما بتاخدش وقت نهائي خالص ورجعنا بعد ما شفنا قد ايه الطريقه سهله جدا وبسيطه والطعم حلو قوي 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 حي تبارك الله انجوي يا جماعه عايزه اقول لاي حد جديد لسه بيزور القناه ما ينساش يعمل اشتراك ويحط لايك ودعوه حلوه من قلبكم كل سنه وانتم طيبين انتظروني في وصفة جديدة مع حاجة جديدة ان شاء الله وتابعوني برضو على قناتي هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف والسلام عليكم السلام عليكم